طيب يلا يلا خلاص راح اروح لعنده لما يلا نشوف. يا مساء الخير. هاي مريم، ليه دايما في مدى في حالة لابس رقص يعني ايه؟ بس ثانية بس، هيكون عندهم تاني كونسرت لأنهم الأو 2 أرينا. فلايت شو؟ عنده لأنه يعني عبالي يقول إنه دنزل هو يعني ممثل كتير قوي وعنده أفلام كتير ناجحة، ويعني مرق تاريخ هيك وقت طويل ما أخذ جوائز، يعني قد إيه عمل قدم هيك أفلام قوية كانوا كلهم بالهيك بالأوسكار ينطروا إنه لازم اليوم اسمه يكون، يعني هو عادة بيكون مرشح بس ولا مرة بيحصل على جائزة، مرة واحدة يمكن أخذ جائزة أوسكار، فحلو هلا مرة ثانية. سواء مان أون فاير إز ون أوف دان الموفي، يعني مسك كثير أفلام، بس أنا بصراحة لي زعما كثير أكثر من ده أكثر منه. لا لا ما بيقرب ولا شوي. خليني أشوف لك روبرت زيميكس انه معروف انه بيركز كثير على التفاصيل، معك حق يمكن لانه الفيلم طويل شوي فلايت يعني اكثر من ساعتين، معروف انه الفيلم بيكون تقريبا ساعه ونص، هون عم نشوف ساعتين وثلث ساعه تقريبا. اكزاكتلي فمش انت ما بعرف بنشوف بلاقيه انه رح ننتقل هلا من بعد ما هيك. اليوم رح نكون مع خبر كثير مهضوم واصغر امباسدر ونحن بنحبها كثير وشفناها بديزني تشانل هيك انا بلعب اوكي فضلنا لا ما اوكي فرحوا من امريكا من كندا اوكي كانت اكترس اوكي ميا سي تي سي ورا بنتي بتعرف سي تي سي ورا ذا بس في ناس بيفتشوا وهيك انه ثقيله اسمها اللي ساعه وبكثر من المصممين اللبنانيين صاروا على الريد كاربت صاروا يلبسوا عن جد نجوم كثير كبار فهالمره زهير طبعا نكون مع فقراتنا قبل ما ننتقل لاغاني اغاني اليوم مع مجده لودولي خلينا نكون لك انا مع اوتو فوكس وخليكم معنا ام تي في الايف يلي بيرافقكم يوميا من الساعه 8:30 الصبح بيوصل اليوم لنهايته مع اخر فقره ولا هي اغاني اغاني اليوم رح يكونوا معنا مجده ودولي هلا انا ودولي مش كثير متفقين على الالوان بس هيا كيفكم اليوم؟ كيفك مجدلة؟ ماشي الحال بعرف انه اليوم هلأ عادة بهيدا الوقت من السنة ببلشوا هيك الإصدارات الفنية لأنه بنعرف بالشتوية بنبطل فيه كثير هيك دهرات فبنتسلى بالموسيقى وبصير مبيعات أكثر فشو عندكم اليوم أخبار؟ اليوم رح نبلش حلقتنا أول شيء مع الموزع جان ماري رياشي وأكيد الألبوم الجديد اللي عم بحضر له ورح نشوفه أكيد قريبا نسمعه بلشنا نسمعه بالأسواق وكمان عنا خبر عن الفنان رغب علامي مين كمان عنا دولي اليوم؟ كان أخبار عديدة خلينا نقولها للمشاهدين وقتها يحضروا أغاني أوكي خلص لكن رح يكون عم أتابعكم أنا صار وقت لكم باي بس أكيد رح يكون عم أتابع أغاني باي باي